أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن كافة أجهزة الدولة يجب أن تكون موجودة في سيناء بعد القضاء على الإرهاب، مشددا على أن الدولة سوف تتحرك بشكل سريع وكبير لكي يشعر أهالينا في سيناء أن الدولة المصرية تبذل قصارى جهدها لتنفيذ خطط التنمية. وقال الرئيس السيسي خلال فعاليات تفقد اصطفاف المعدات المشاركة في تنفيذ خطة الدولة لتنمية وإعمار سيناء، إن التنمية في سيناء تحققت بفضل الله والجيش والشرطة وأهالي سيناء بعد دحر الإرهاب الذي كان يعيق التنمية وحياة المواطنين، مشددا على أنه لا توجد حياة بدون أمان. النهاردة بعد ما ربنا سبحانه وتعالى وفقنا، وزي ما أنتوا بتقولوا كده أن الإرهاب اللي كان موجود واللي كان بيعيق الحياة، مش التنمية بس، الحياة، حياة الناس، لأن ما فيش أمان، الناس ما تعرفش تعيش حتى لو كانت عايشة. يعني لو الناس عايشة في مكان وما فيش في أمان، الناس ما تبقاش عايشة. فالحمد لله رب العالمين اللي تحقق ده بفضل الله سبحانه وتعالى، وبفضل الجيش والشرطة، وبفضل أيضا أبناء سيناء.